أوكرانيا استغلت تماما التمرد الذي قاده يفغيني بريغوجين قائد ومؤسس جماعة فاغنر على السلطات وعلى السلطة في روسيا، وحققوا اختراقا عسكريا كبيرا ضد القوات الروسية، وفي واحدة من الجبهات التي لم يكن يتوقع أحدا أن يكون هنالك تقدما للقوات الأوكرانية. نتحدث هنا عن محور خيرسون، وجاءت المصادر الروسية بنفسها كما ترون هنا من الأوساط الروسية من قنوات التليجرام الشهيرة لهم، أكدوا عملية سيطرة الأوكرانيين وتحقيقهم لعبور خطير هذه المرة على نهر دنيبرو في الجهة التي تتواجد فيها القوات الروسية في خيرسون. هذا مصدر آخر طبعا، وهذا مصدر آخر كله شرح باللغة الروسية بالضبط ما جرى، بل كانت هنالك لقطات لعملية التقدم للقوات الأوكرانية وعبورهم للنهر، وهذه واحدة منها من الجهة الأوكرانية. طبعا يصورون ما يجري من عمليات قصف واشتباكات، وستجد هنا انفجارا وقصف واشتباكات في الجهة التي تتواجد فيها القوات الروسية، بل كانت هنالك لقطات أوضح من طائرة مسيرة روسية كانت تصور هذه العربة BTR-82 الروسية، وهي تقوم بعملية اشتباك مع القوات الأوكرانية عند عبورها طبعا لنهر دنيبرو. ودعونا ننتقل إلى هذه الشاشة الكبيرة الخاصة بنا الآن لكي نلقي نظرة على طبيعة هذا العبور للقوات الأوكرانية والخرق العسكري الكبير الذي حققته، وبالتالي دعونا الآن نلقي نظرة على طبيعة ما جرى هنا. هذا هو التصوير الروسي كما تلاحظون، وستلاحظ بأن هنالك اشتباكات من هذه المدرعة طبعا الروسية بهذه الطريقة، وهي تشتبك وتضرب باتجاه القوات الأوكرانية، وعلى ما يبدو بأنها كانت تحاول نوعا ما إنقاذ أو وضع تغطية معينة لعدد من القوات الروسية الموجودة في نقطة معينة في هذه المباني التي ترونها إلى الشمال. كذلك كانت هنالك لقطات أساسا لعملية عبور القوات الأوكرانية بالزوارق كما تلاحظون بهذا الشكل إلى النقطة التي تتواجد فيها طبعا القوات الروسية، وبالتالي كان هنالك شيئا وأشياء كثيرة تحدث فعلا في هذا اليوم تحديدا، والتفاصيل من قبل الروس توضح أن الأمر لم يكن فقط هو أمر مخطط له بيوم واحد فقط. وبالتالي هنا يجب علينا أولا التأكد، هل نحن فعلا في الجهة التي تتواجد فيها القوات الروسية أم في الجهة التي تتواجد فيها القوات الأوكرانية؟ والأمر من الممكن ببساطة أن نحلله بهذه الطريقة، هو طريق طبعا باتجاهين، وطبعا هنالك اتجاهات بهذا الشكل الذي تلاحظونه تبدو مميزة طبعا في هذا الطريق المتجه طبعا إلى الجسر الذي تلاحظونه، وهذا هو نهر دنيبرو. أيضا في نفس الوقت نحن أمام هذه المباني المهدمة، علامة مميزة، أشجار هنا أشجار هنا، وأيضا نحن أمام عدد من الطرق نوعا ما الفرعية التي تأتي بهذا الشكل. هذا طريق واحد وهذا طريق ثاني، وهنا مبنى صغير ويأتي أمامه نوع من الفرع البسيط الواضح كعلامة بالنسبة لنا. ويجب أن لا ننسى هنا المباني أو لقرية يطلق عليها قرية داتشي التي تأتي في هذه النقطة، وبالتالي نحن أمام هذه العلامات لنتجه إلى القمر الصناعي لنتأكد من طبيعة هذه الاشتباكات، من طبيعة المعلومات التي نشرت، ولنقترب مباشرة إلى مدينة خيرسون. هذه هي خيرسون، نهر دنيبرو، هنا الأوكران، هنا الروس، لنقترب من جسر أنتونوفسكي الذي ترونه، وهذا جسر أنتونوفسكي، وتبدو وهنا قرية داتشي التي ترونها، ويبدو بأننا أمام نفس العلامات نفس الشكل تقريبا. لنتجه إلى اليمين قليلا في القمر الصناعي الآن، وسنلاحظ طبعا عند التوقف بهذا الاتجاه كل شيء يبدو متطابقا مع طبعا ما ظهر لنا من التصوير للطائرة المسيرة طبعا الروسية، وهذه المباني التي كانت طبعا مدمرة، أشجار هنا أشجار هنا، المباني للقرية والطريقة الفرعية الأول الثاني المبنى الصغير، وطبعا هذا هو أيضا التفرع الصغير الذي ترونه هنا، وبالتالي هذا هو الجسر ونهر دنيبرو. إذن نحن فعلا أمام اشتباكات كانت تحدث في هذه المنطقة، وأن القوات الأوكرانية قد عبرت إلى هذه المنطقة تحديدا، والتفاصيل التي نشرت من قبل الروس من قنوات التليجرام التي تحدثنا عنها نشروا تفاصيل مهمة عما كان يجري لمدة 3 أيام لاحظ فيها الأوكران بأن هنالك فرصة للقيام بشيء ما. فأكد
أفادت هذه التفاصيل الروسية طبعاً أن القوات الأوكرانية كانت تقصف بشكل مكثف القوات الروسية الموجودة في قرية داتشي بشكل مكثف، هي تقصف مواقعهم بشكل مستمر. وطبعاً القوات الروسية الموجودة هنا علمت تماماً بأن هنالك رغبة أوكرانية للعبور من هذا النهر، خاصة وأن نهر سد نوفا كاخوفكا أو نهر دينيبرو طبعاً من سد نوفا كاخوفكا عندما انفجر هذا السد فإن المياه قد انحسرت وهذا النهر قد أصبح أكثر ضيقاً الآن، وبالتالي اليابسة أكثر وفرصة كبيرة للأوكرانيين للتقدم في هذه المنطقة. وبالتالي هم طلبوا مثلاً من القيادة الجنوبية ومن القيادة الجوية الروسية أن ترسل طائراتها لقصف القوات الأوكرانية ولمنعها من التفكير من العبور، ولكن أكدت هذه التفاصيل التي نشرت بأن لم يكن هنالك إسناداً جوياً لهذه القوات الروسية وبدأت تتكبد خسائراً من القصف المكثف، لذلك اتخذوا قرارا بالانسحاب. وهنا جاءت الزوارق الأوكرانية لتعبر بسرعة إلى هذه المنطقة بحسب هذه التفاصيل، وأن 50 عنصرا على ما يبدو بأنهم من القوات الخاصة الأوكرانية قد تمكنوا من الوصول إلى هذه القرية. والمدفعية طبعا الروسية حاولت من عملية التصدي لهذه الزوارق، ولكنها قد ذكرت ببساطة بأن الزوارق سريعة للغاية وليست هنالك أي دقة لعملية اصطياد هذه الزوارق. وحتى الطائرات المسيرة على سبيل المثال الروسية لم يتمكنوا من عملية استخدامها بفاعلية كبيرة بسبب أجهزة التداخل اللاسلكي التي يستخدمها الأوكرانيين، وبالتالي لا قوة جوية، مدفعية غير فعالة، يقصفون بشكل فعال من الأوكرانيين، وهذا ما دفع طبعا الأوكرانيين للعبور. اشتبكوا مع الأوكرانيين ولكن الأمر ليس كافيا لأن الأوكرانيين لديهم خطة كبيرة في عملية العبور، وبالتالي أكدت هذه الأوساط سيطرة القوات الأوكرانية على هذه القرية. وطبعا هذا يعني الكثير بالنسبة لنا الآن، إذا ما حاولنا أن نبتعد بالخارطة قليلا الآن بالقمر الصناعي سنلاحظ أن المنطقة على الأقل التي الآن تقدموا إليها هي منطقة ليست بالصغيرة أبدا، فهذه القرية طبعا ممتدة على طول النهر كما تلاحظون، وبالتالي عسكريا القوات الأوكرانية تتواجد في هذه المنطقة التي ترونها، ولكن هي أيضا فيها تحدي كبير بالنسبة للقوات الأوكرانية. لماذا؟ لأن القوات الروسية ببساطة يستطيعون استغلال ما يمتلكونه هنا من هذا النهر وهو نهر كونكا الذي ترونه، على الرغم من عبور الأوكرانيين طبعا لنهر دينيبرو الذي يعتبر طبعا مهمة صعبة، إلا أن لا زال هنالك نهرا يستغله الروس. الروس واضح بأنهم انسحبوا إلى هذه القرية، قرية أولييشكي، وكذلك يتخذون خطا دفاعيا من النهر وأيضا يفجرون هذا الجسر الذي ترونه هنا، وطبعا يقومون بعمليات قصف على القوات الأوكرانية لمحاصرتهم في هذه المنطقة، وهي تبدو خطة منطقية بالنسبة للقوات الروسية. ولكن هذه التفاصيل التي نشرت عن القوات الأوكرانية وعبورهم لهذا النهر يؤكد وتؤكد هذه التفاصيل أن الأوكرانيين عززوا من تواجدهم، عززوا من حتى السلاح الثقيل، أنه قد تمكنوا من عملية أن يعبر هذا السلاح لمصلحة القوات الأوكرانية وليست فقط مجامع صغيرة، هنالك تثبيت لأقدام الأوكرانيين في هذه المنطقة. وبغض النظر هذا العبور أيضا بهذا الشكل لهذه المنطقة وإن كان فيه تحدي إلا أنه يفتح بابا جيدا للقوات الأوكرانية الآن لعملية إنهاء مسألة مهمة يجب أن ننتبه إليها، ألا وهي هذه الجزر التي ترونها هنا على نهر دينيبرو. فعملية التقدم التي تحدثنا عنها صحيح أنها جاءت هنا ولكنها تشغل القوات الروسية، ليست هنالك الكثير من القوات في هذه المنطقة بسبب نقل العديد من القوات طبعا الموجودة هنا إلى محور زاباروجيا، انفجار نهر سدي أو نهر أو سدي نوفا كاخوفكا الذي تسبب بإغراق المنطقة، بالتالي هو يفتح الباب للقوات طبعا الأوكرانية للسيطرة على جميع هذه الجزر التي تقدموا لبعضها في فترات سابقة، وبالتالي يقومون بعملية تهيئة جبهة برية كاملة للتقدم بشكل مباشر على شبه جزيرة القرم. هذه واحدة من أخطر الخطوط والجبهات بكل تأكيد عندما نتحدث عنها، لأن سبق لروسيا وأن هددت في هذه المسألة وبوتين هدد كثيرا، ولكن يبدو بأن الطريق شيئا فشيئا يبدو بهذا الشكل، التقدم بطيء للأوكرانيين ولكنه فعال للغاية على هذا المستوى وحتى على مستوى زاباروجيا. فكانت هنالك تفاصيل
أيضا نشرت مثيرة بهذا الشكل، تحدثت عنها وزارة الدفاع الأوكرانية، أكدت بأن القوات الأوكرانية قد سيطرت على ريفينوبول، سيطرت عليها بهذا الشكل اليوم. هذا الكلام، هذا هو كلام وتفاصيل حديثة للغاية، بل ظهر تصويرا للقوات الأوكرانية والجنود الأوكرانيين وهم قد أعلنوا بأنهم سيطروا على ريفينوبول بشكل مباشر وبأنهم نجحوا في تحقيق هذا الأمر. وحتى الأوساط الروسية كانت قد أكدت عملية التقدم والسيطرة على ريفينوبول من قبل القوات الأوكرانية، بالتالي هو أمر مؤكد وخطير للغاية على القوات الروسية. وبالتالي نحن تحدثنا عن هذه المنطقة، عن منطقة خيرسون، ولكن دعونا نتجه إلى ريفينوبول التي تأتي في هذا المحور المهم الذي تقدمت فيه طبعا القوات الأوكرانية. سبق وأن تحدثنا أن التقدم باللون الأزرق الذي حققته القوات الأوكرانية منذ بدء الهجوم المضاد الأوكراني هو كان باتجاه بريتونا التي ترونها وستارومايورسكا، والقوات الروسية شيئا فشيئا الموجودة في ريفينوبول أصبحت أمام موقف بأن عليها العودة لتهيئة خط دفاعي إلى ستارومايورسكا من أجل التصدي لهذا التقدم الذي يأتي بهذا الاتجاه. يجب أن لا تترك نفسها أن تحاصر لأنها في مشكلة، وهذا بالفعل هو الذي تم. ويبدو أن القوات طبعا الروسية اتخذت القرار الصحيح في عملية الانسحاب، وهذه الخارطة هي خارطة الديب ستيت الرسمية التي أكدت إلى ما جئنا بهذا الاتجاه. ستلاحظ كيف أن التقدم قد نجح للقوات الأوكرانية وتمكنت من السيطرة على ريفينوبول، ولاحظ المساحة التي سيطروا عليها، بل أيضا أن القوات الأوكرانية والقيادة الأوكرانية الجيش الأوكراني كان قد أكد عملية تقدم قد تحققت في نقطة أخرى. لنعود بالتاريخ قليلا إلى 24 أو حتى إلى 23، ستلاحظ بأن هنالك منطقة تم تحديثها في هذا الاتجاه باتجاه أفديفكا. هذه أفديفكا والمنطقة التي تم فيها التقدم هنا بالنسبة لمنطقة كراسنوغريفكا التي ترونها هنا بهذا الاتجاه، كان هنالك تقدما هنا باللون الأزرق. وهذه المنطقة التي سيطرت عليها القوات الأوكرانية هي منطقة فقدتها أوكرانيا منذ عام 2014 وعادوا للسيطرة عليها، بالتالي هو أيضا نجاح مهم. وأيضا بالنسبة لمنطقة أخرى ألا وهي روبوتنا، لاحظ هذه كلها ساعات وتأتي فيها عملية التطورات في عملية التقدم. وهنا تلاحظ بالنسبة لروبوتنا والخرق الذي حققته القوات الأوكرانية، ستلاحظ كيف أن الخارطة تتغير ويقتربون شيئا فشيئا من شمال روبوتنا، وحتى على مستوى باخموت، صدق أو لا تصدق الأمر يتطور بشكل كبير في هذه المدينة التي سبق وانتصرت بها قوات فاغنر. ها هنا تحدث الأمور وتتطور باتجاه كوردميفكا هنا بهذا الاتجاه التي تسيطر عليها طبعا القوات الروسية وقوات الاسبيتناز الخاصة. ستلاحظ بأنك أمام تقدم جديد بهذا الشكل للقوات الأوكرانية في خرق خطير ومحاولة لإغلاق طبعا هذه المنطقة المهمة للغاية ألا وهي محاصرتها طبعا لمدينة باخموت. خطة متكاملة للقوات الأوكرانية مستمرة بهذا الشكل من أجل طبعا دفع القوات الموجودة في باخموت أن تنسحب، وكل التضحيات التي تمت في هذه المنطقة تذهب بعيدا طبعا وتذهب بشكل خطير ويعتبر انكسارا كبيرا للقوات الروسية. كل هذه التطورات في هذه الجبهات في 48 ساعة الماضية هي جاءت متزامنة مع حدث خطير شهدته روسيا، ألا وهو انتشار قوات فاغنر بشكل كبير هنا في روستوف وتقدمهم إلى موسكو، وأصبحوا على بعد 200 كيلومتر من موسكو، والجميع بدأ يتحدث ما الذي سيحدث لبوتين، وحسابات كثيرة للغاية وضعت من التقدم طبعا لقوات فاغنر آنذاك، وتوقفت باتفاق، ولكن الأمور لا زالت متشنجة في هذا التقدم. أساسا لاحظ معهد دراسات الحرب بأنه قد كشف أن الخطوط الدفاعية والاحتياط للقوات الروسية غير حاضر أبدا. هذه هي القوات الروسية الموجودة في الداخل الأوكراني، وبالتالي ليست هنالك أي عمليات دعم أو تقدم أو احتياطي حقيقي فعال ممكن أن يساند القوات الروسية الموجودة في الداخل الأوكراني. وحتى وزارة الدفاع البريطانية في النقطة الثالثة كانت قد تحدثت بأن هنالك أدلة قليلة عن أن هنالك وجود قوات أو أن هنالك قوات احتياطية روسية تستعد لمساندة الدفاعات الروسية الموجودة في زاباروجيا، في خيرسون أو حتى في دانييتسك، وبالتالي يتحدثون على مسافة 200 كيلومتر هي المسافة التي لا يبدو بأن هنالك أي احتياطي حقيقي حاضر لمواجهة الأوكرانيين. ويجب أن ننتبه أن الأوكرانيين
المعنيين لديهم أيضا قوات احتياطية قد تظهر في أي لحظة وتتغير الأمور بسرعة في هذه المعركة. الأمر الخطير فيما يأتي والأمر الذي ينتبه إليه العالم الآن مع هذا التقدم الأوكراني مع ما يجري في الداخل الروسي هو مفاعلي زاباروجيا. معلومات خطيرة جديدة قادمة من رئيس الاستخبارات الأوكرانية بودانوف الذي تحدث بشكل واضح كما ثبتتها طبعا ذا صن التي ترونها هنا. قال ببساطة بأن 4 من المفاعلات 6 التي ترونها هنا هي مفخخة من قبل الروس والروس يخططون لتفجير هذا المفاعل النووي ونحن أمام حادث كبير قادم. والهدف الأساسي لروسيا لتفجير هذا المفاعل طبعا بحسب بودانوف هو لإيقاف الهجوم الأوكراني المضاد. وطبعا هذا جعل زيلينسكي أن يتحرك بسرعة بحسب الأنباء اليوم للحديث مع جميع الحلفاء. بل كان هنالك تحركا أمريكيا داخل الكونغرس الأمريكي وهو قادم من هذا الرجل الجمهوري المخضرم السيناتور ليندي غراهام بالمشاركة طبعا مع الحزب الديمقراطي لكي يطرحوا مشروع قرار لمواجهة هذه المسألة. ومشروع القرار الذي طرحه يبدو منطقيا جدا من وجهة نظر الناتو ووجهة نظر الغرب. الحديث ببساطة هنا أنه في حالة لسبب ما كان هنالك انفجار لمفاعل زاباروجيا بسبب روسيا بسبب بيلاروسيا بسبب حلفاء روسيا ممن هم موجودين طبعا في دانييتسك في لوغانسك أي انفجار فيجب على الناتو أن يدخل إلى أرض المعركة مباشرة وأن يدخل في هذه الحرب مباشرة إلى الداخل الأوكراني ضد روسيا. والسبب هنا بأن انفجار هذا المفاعل سيؤدي إلى انتشار الإشعاعات النووية ليس فقط في أوكرانيا وإنما سيعتبر انتشارا والإشعاعات ستؤثر تماما على الدول الأوروبية وعلى حلف الناتو. وبالتالي هذا يجب أن يعتبر بحسب مشروع القرار الذي تحدث عنه بأنه عملية مهاجمة لحلف الناتو وحلف الناتو يجب أن يعتبر مثل هذا الحادث الخطير إن تم وانفجر هذا المفاعل يجب أن يدخلوا إلى أرض المعركة. وطبعا الفكرة الأساسية هنا ليس للدخول في هذه المعركة من هذا المشروع لا أبدا هي من أجل ردع بوتين. يا بوتين لا تذهب إلى هذا الخيار أبدا وإلا سندخل في الحرب بوجهك طبعا. وبالتالي هم يريدون ردعه من القيام بمثل هذا التحرك وبالتالي مشروع القرار يردعه من فعل أي شيء بهذا الاتجاه. الأوكرانيين سيستمرون في عملية التقدم وهي الخطة التي طبعا يستثمرون بها كثيرا. وأيضا في نفس الوقت والمسألة الأهم أن استغلال مسألة الخلافات الداخلية ما جرى من قبل فاغنر الخطوط الخلفية غير جاهزة الأمور صعبة بالنسبة لروسيا وخاصة أن مسألة يفغيني بريغوجين قائد قوات فاغنر الذي طبعا اتجه إلى بيلاروسيا كثير من الأنباء كثير من التفاصيل إلا أن هذا الرجل لا زالت الأمور في شحن كبير بينه وبين بوتين. بل نشرت له صورة على قنوات التليجرام اليوم الخاصة والتابعة والموالية لفاغنر وهو يظهر بهذا الشكل وهو يضع الإشارة وأصبعه بهذا الشكل ليوضح وعبارة مكتوبة له هنا بحسب هذه القناة قناة غريزون بأن الخطط تحب الصمت. نفس الطريقة ونفس الشعار الذي استخدمه الأوكرانيين بهذا الشكل عندما بدأوا بهجومهم المضاد على القوات الروسية نفس الطريقة تماما لم يختلف شيء نهائيا اعتمدها كصورة كطريقة وبالتالي هنالك شيء ما قد يحدث. ننتظر ونرى الكثير من الغموض حول هذه المسألة ولكن هي مسألة خطيرة. مركز الروابط للدراسات والبحوث الاستراتيجية ربط ما جرى بين فاغنر وبين السلطة الروسية بالتاريخ وذكر نقطتين مهمة يجب أن ننتبه إليها. الانهيار الكامل لروسيا اليوم هذا إن تم طبعا سيعطي فرصا لصعود الصين في النظام الدولي وتصبح على تخوم أوروبا. تمرد فاغنر من الممكن أن يؤدي لحرب أهلية داخلية بين العرقيات المتعددة تؤدي لحالة فوضى تهدد بانتشار أسلحة نووية في أياد غير مسؤولة تعرض أمن واستقرار أوروبا والغرب للخطر الشديد. وأضافت كحل طبعا قد يحتاج الأمر إلى بعهد بوتين حتى تتمكن روسيا وأوكرانيا من التوسط في اتفاق سلام وقد تلعب تركيا وفرنسا دورا رئيسيا في اتفاق السلام على غرار اتفاق السلام عام 1905 بين روسيا وبين اليابان. وبالتالي مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية لديه نظرة في هذه المسألة نظرة استراتيجية كبيرة بصراعات دولية كبيرة قد تحدث على مستويات عالية للغاية إن ما لسبب ما أدت الأمور وأدت هذه التطورات إلى سقوط بوتين.